السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما عدنا نشرح لكم على هذا كان دي يكون يخدم وهذا يكون مرخوف ويطلع بوحده. كي يكون هذا مرخوف غادي نوريكم كيفاش تزيروه، حاجة طريقة سهلة ما غادي نشد كامل توصلوها للإصلاح. عندكم هذه تحلوها تنحيو دو فيس، كان فيها كات فيس وهذه فيها دو فيس، تنحيوهم على هاني قلعتها قلعوها كيما هكدا. قلنا هذه كي تكون هكدا تطلع وتهود تكون حاجة مرخوفة وما غاديش تنجمو تخدمو وهي تطلع. هذه راه عندها زوج تاع لي فيس، راه فيها واحد الفيس ها هو ني هنايا كما راكم تشوفوا، واحد الفيس ها هو ني هنايا كما راكم تشوفوا، واحد الفيس ها هو من لهنا. هذا الفيس تحلوه الاولى، كي تحلو هذه هذا ترخفوه شويه، ومن بعد بالتورنوفيس كما هكذا راه كاين من هنا واحد منين يفوت التورنوفيس، وكان واحد الفيس هنايا هنا اهو اهو عادي نجمو كامل نقلعوها عادي. هنا رانا قلعناه دركا كما راكم تشوفوا عنده واحد الفيس هنا، وهاد الفيس كي غادي تزيروه غادي يزير على الفيس هذا، نختار هذا عاملين جيب له التورنوفيس تاعو هاك تشوف ها هو هنايا كي تزير هذا، كي تزير على الفيس هذاك الفيس ما يوليش يدور على خاطر مسا ما يكونش هذا الفيس مزير على هذا، كي طلع هذا يبوجي ويدور وهذا اوتوماتيكمون يرتخف. واللي ما عندوش هذا لو فيس نوريكم كيفاش ديرو. هنا كي يكون ما عندكمش لو فيس نتاعكم ما تلقاوهش في الماشينه دي بوا يتبحر لكم تلقاوهش لو فيس هذا يجي هنا يتبحر لكم، وما تجبروش هذا الفيس اللي يجي لهنايا. انا جيبوا واحد دومينو كيما هذا، يعني مش عارف واش النيميرو تاعو، مهم تشريو الدومينو كيما هذا غادي تلقاو فيه تنحيولو لو فيس تاعو كيما هكت، وغادي ديروه ويجي نيشان كيما راكم تشوفوا. فوالا في الدومينو غادي نجبرو لو فيس هذا باش ديروه في الماشينه نتاعكم تسلكو رواحكم في ديوركم كيما راكم تشوفوا. وكاين هذا انا قلعتو غير باش نوضح لكم، ونورمالمون ما تقلعوهش خليوه كيما هكاك وزيرو وديرو الفيس تاعكم في بلاصته كي يكون تما ديرو الفيس تاعكم. دروك غادي انا نرد هذا فوالا حاجه طريقه سهله فوالا فوالا. اوكي درتها هكذا انا غادي نجيب الفيس تاعي هذا هو كندي تكون عنده وحده، انا زدت له وحده باش يتفيكس مليح فوالا. نحكمو هكذا بالتورنفيس فوالا، نجيبها هكذا من هنا
هنايا في هذه الحاله تزير مليح هنايا باش ما غاديش ينقلع. فوالا نطلع هكذا وتزير تزير هكذا اختر مصاب ما كانش هذا لوفيس هذا كيطلع كيدير هكذا كيدير هكذا هو اوتوماتيكمون ينحل. بصح كي تزير هنايا مليح تزير ومن بعد هذا الفيس باش يزير على الفيس اللي عندكم لداخل هلا يعني نزير هلا دروك هذا ما غاديش يبوجي كي تكونوا تخدموا يقعد في بلاصته وما يبوجيش. ظن راكم فهمتوا. ولوفيس كنا في هذا نتاع الضو احنا عيطو الدومينو مانيش عارف كيفاش كل واحد كيفاش يسميه. لوفيس جبرو هنايا كي تبحركم وما تلقاوش لوفيس جبروه في الدومينو ومام هادو يتبحروا لكم عاود كان دومينو اصغر من هذا تلقاو فيه لوفيس باش تحكموا هادي تاعكم. دي فوا هادو يتودروا لكم باش تسلكوا رواحكم في ديوركم. تشريو واحد الدومينو واحد كبير واحد صغير وديروا هنا دي فوا هادو لوفيس يتبحروا لكم حاجه سهله باش تسلكوا رواحكم في ديوركم. نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الموضوع وان شاء الله عاود يكون عندنا موضوع اخر وغادي ان شاء الله تفهموا كل شيء وتوليوا تسقموا لي ماشين تاعكم بلا ما تعذبوا حاجه طريقه سهله. دروك نقول لكم السلام عليكم وفي حصه اخرى ان شاء الله غادي نزيد نوريكم اكثر. اشتركوا بالقناه والسلام عليكم.